لا يختلف وضع المراكز الصحية الست الموزعة على مستوى مناطق بلدية غات عن وضع المستشفى الوحيد فيها من ناحية الخدمات الصحية المقدمة لبلدية يبلغ تعداد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، إذ تشتكي المراكز الصحية الشبه مشلولة في غات من النقص الشديد في الدواء وعدم وجود الكوادر الطبية، وتقتصر الخدمات فيها فقط على الإسعافات الأولية والكشف عن أمراض النساء إلى جانب بعض الخدمات المختصة بالأسنان، كما تعمل أغلب المختبرات الطبية في المراكز بتمويل ذاتي من قبل مشغليها. حتى لما نجي يعني لغرض العلاج نلقى كي نقص في الأدوية، والمرضات يعني يخدموا بروحهم والدكتور ما فيش، تضطر يعني تمشي حتى لمستشفى غاد، حتى غادي تلقى احيانا اكثر حاجه في النقص تضطر تمشي للصيدليه، والصيدليه بهذاك الثمن، يعني الوضع يعني ما يساعدش الحق. الفتره هذه طبعا ما عادش نقدم خدمات بالنسبه للمواطن باعتباره قبل نقدم قصده يقدموا خدمات، وفي قيمه طبعا نجمعوا فيها هنا في المختبر وناخذوا في المحاليل. المحاليل طبعا الفتره هذه ما في الزايد، يعني تاخذ محلول ممكن بقيمه لما ترجع تلقاه بقيمه ثانيه. وبالنسبة للخدمات الطبية ما قدموش أي خدمات طبعا الفترة، ما يعطوش لا محاليل لا شيء. تقاعس بعض الأطقم الطبية المساعدة عن العمل زاد من مأساة المراكز الصحية، فغالبا ما تقفل خلال الفترة المسائية بالرغم من توفر بعض الأجهزة نسبيا دون تواجد مشغليها، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطن وحياته الصحية. بدورهم أرجع مسؤولو الصحة في بلدية غات هذه المشاكل إلى عدم توفير مخصصات قطاع الصحة في البلدية من قبل وزارة الصحة، إلى جانب عدم توفر طبيب مقيم عام أو متخصص، بالإضافة إلى بعد المنطقة عن مركز صنع القرار في طرابلس. تو حاليا نحن دكتور عام ما فيش في غات، هذه بصفة عامة ما فيش، هذه المعاناة اللي تعاني فيها غات. طوى صحة المجتمع، عندنا صحة المجتمع نشتغل في الرعاية الصحية، والله وكان لولا إن الممرضات عندهم خبرة من سنين يشتغلوا في مجال الرعاية الصحية وصحة المجتمع راهو غات مشت. تبقى مشكلة عدم توفر أطباء في بلدية غات مستمرة على خلفية مغادرة الطاقم الطبي الأجنبي عام 2014، حتى بات الاعتماد الكامل على الطواقم الطبية التي تزور المدينة بين الفينة والأخرى، الأمر الذي أدى إلى شلل تام بالمراكز الصحية وعدم قدرتها على تقديم أي خدمات للمرضى بالمنطقة.